بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا لابتوب هوم ريبير. أنا معكم المهندس حسين الياسين في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنشرح عن مهارات اللحام أو مهارات لحام العناصر الإلكترونية. الكثير والكثير من الاستفسارات والردود تأتي إلينا بما يخص مهارات اللحام، سواء الناس المبتدئة أو الناس المتوسطة في المجال أو فوق المتوسط. الكثير من الناس تسأل عن موضوع مهارات اللحام وكيف تستخدم الهوت اير في عمليات الفكوة التركيب. عمليات الفكوة التركيب وعمليات السولدرينج بعضها ممكن تكون سهلة وبسيطة، ومنها ما هو صعب ويحتاج إلى ممارسة وخبرة لتنجز العمل المطلوب. فهذا الفيديو موجه للناس المبتدئين والناس المتوسطين في المجال وحتى فوق المتوسط، بما يخص تعويض التركات واستخدام اليوفي لامب واليوفي ماسك وتعويض الأرجل المحروقة لبعض الاي سيات وعمل ريبولينج للرامات المدمجة وبعض المهارات. هذا الفيديو موجه لكل الفئات، سنشرح فيه عدة تفاصيل، تفاصيل تخص المبتدئين وتفاصيل تخص المستوى المتوسط وما فوق المتوسط. في البداية سنشرح عن فكوة تركيب الموسفيتات. في البداية أي موسفيت ستقوم بفكه، فستضع القليل من الفلكس وتمرر الهيتر فوق الموسفيت، ولا تبقي يدك بمكان واحد، يجب أن تكون دائما يدك بشكل دائري تتحرك فوق العنصر الذي تفكه. بعض الناس تسأل هل هناك هوت اير معين استخدمه؟ اغلب الهوت اير هي ماركات صينية، وان تضبط درجة حرارة معينة ودرجة هواء معينة تختلف حسب الجهاز لديك. افضل الهوت اير المستخدمة عالميا هي الكويك والسوغون، وصل حديثا و بعض الناس استخدمته ويقال عنه أنه منافس للكويك، ولكن في الصدارة الكويك للفني الذي يعمل، ويوجد هناك أنواع أفضل من الكويك ولكن باهظة الثمن. نحن نتحدث هنا عن فك الموسفيتات. بالنسبة لفك الموسفيتات دائما نضع مساعد اللحام هو الفلاكس، وتقوم بتمرير يدك فوق العنصر الذي تريد فكه، هنا الموسفيت، وتنتظر إلى حد على ثاني إلى ثانية ثواني إلى ثلاث ثواني حسب درجة الحرارة لديك، وتكون ارتفاع الهوت اير عن الموسفيت بحوالي 1 إلى 1.5 سنتيمتر. أغلب الأجهزة الصينية تكون درجة الهواء 2 إلى 2.5، بعضها تصل إلى 3 على حسب الجهاز الذي تعمل به. فلا يمكننا ضبط قيمة معينة ونعممها لكل الناس على حسب الجهاز الذي تستخدمه. لابد أن تقوم بعمليات التدريب، تدرب نفسك على فك عنصر و أي سي، وتدرب نفسك حتى تعرف كيف تستخدم الهوت اير الذي متوفر بين يديك. نحن هنا نشرح عن الأي سيات. لاحق من الفك أي سي، أي سي يو اس بي، من الأي سيات الصغيرة، ممكن تضبطها بمكانها الصحيح وتقوم بتمرير الهوت اير فوقها إلى أن تثبت. إن لم تثبت بالمكان الصحيح ممكن أن تقوم بالملقط أو بالجفت بتثبيتها حتى تصل إلى المكان المناسب للتثبيت. على سبيل المثال لو كان لدينا أي سي شحن أو أي سي باور، هنا لدينا أي سي شحن، لاحظ الأي سي بجوارها العديد من العناصر ومقاومات ومكثفات وعناصر صغيرة، فحاول أن تكون درجة الهواء قليلة بعض الشيء وتكون يدك مرتفعة حوالي 2 سنت إلى 2 وشوي سنت، تمام؟ تنتظر حتى تفك الاي سي، ودائما تستخدم الفلكس مساعد اللحام في عمليات الفك وفي عمليات التركيب. عندما تقوم بالتركيب إذا لاحظت نقص في وسادات القصدير فعوض بالكاوي، قم بإعادة القصدرة ومرر إلى كافة الأرجل. عندما تقوم بضبط الاي سي ما عليك إلا ضبطها بمكانها وتكون يدك مرفوعة بالهيتر وتضبطها بمكانها الصحيح حتى تلحم. إذا لاحظت بها أي ميول فحاول
أن تضبطها وأن تكون يدك مرتفعة قليلا إلى أن تصل إلى درجة التثبيت المناسبة. بالنسبة للحام الأيو، أكثر الفنيين خاصة الفنيين المبتدئين يعانون من لحام الأيو. بالنسبة للأيو، عملية الفك هي عملية بسيطة وسهلة، لكن المعضلة هي في عملية التركيب. عملية التركيب ليس فيها تعقيد، ولكن تحتاج منك إلى ممارسة، أن تجرب أن تفك العديد من الأيوات حتى تصل إلى الخبرة المطلوبة. بالنسبة للكونسبت الخاص بتركيب الأيو، قم بضبطها بمكانها الصحيح من زاويتين. فدائما عندك زاويتين، قم بضبط زاويتين حتى تصل إلى درجة التثبيت المناسبة، البن مطابقة لبعضها، وقم بعملية القصدرة وتكون يدك مرتفعة أكثر من 2 سم في البداية حتى تلحم ولا تتحرك من مكانها، ثم مرر إلى كافة أجزاء الأي أو. بعد عملية الفك أو بعد عملية التركيب عفوا، يجب أن تقوم بتفحص الأرجل إن كانت هناك بعض الأرجل أو بعض البينز غير ملحومة بالشكل الصحيح. دائما الأيو تغشك أن يكون لديك مثلا بعض الأرجل تشاهدها من الأعلى هي ملحومة، ولكن في الحقيقة هي غير ملحومة. يجب أن تقوم بتفقد وعمل تشيك اب لكل البينز، كل البنات يجب أن تقوم بعمل فحص إليها، ممكن بنصة المشرط أو برأس الجفت أو بالأداة التي تناسبك. لاحظ هنا نحن نقوم بتركيب أي أو، بعد أن ركبنا الأي أو نقوم بعمل تفحص أو تشيك لكل البن الخاصة بالأي أو. لاحظ عملية التفقد، كل رجل تقوم بهزها إن كانت ملحومة بشكل صحيح أم لا. ننتقل إلى كل الجوانب، نمر إلى أول جانب إذا كان سليم، ننتقل إلى الثاني إذا كان به أي مشكلة، ممكن أن تلحمها بالهوت إير، ممكن أن تلحمها بكاوية اللحام. الخيار متروك لك حسب المناسب لك. إذا كانت منطقة ضيقة جدا ممكن تستخدم الهوت إير، إذا كانت المنطقة ليس بجوارها عناصر ممكن أن تقوم بإعادة لحامها بالهوت إير. بعد انتهاء العملية ممكن أن تقوم بعمليات التنظيف لتصل إلى درجة تنظيف مناسبة، وربما يكون أثر الفلكس قد حجبت عنك الرؤية. يجب أن تقوم بعمل تفحص لكل الأرجل. لاحظ هنا هذه الرجل أو هذه البن غير ملحومة، سنستخدم الكاوية اللحام لإعادة لحامها. لاحظ قمنا بإعادة لحامها. هذه البن كثير من الفنيين يعاني من هذه المشكلة، هكذا يتم الموضوع. مجرد أن تقوم بتفحص كل البنز وكلها ملحومة فالموضوع منتهي، ولكن من الضروري ومن الضروري جدا أن تقوم بعمل الفحص. سأقوم بإعادة اللقطة هنا للرجل الغير ملحومة، الكثير من الفنانين يغفلون عن هذا الموضوع. لاحظ عند عملية التفحص، لاحظ الرجل تغشك أنها ملحومة، ولكن إن لم تقم بهزها لا يمكن أن تحس بها أنها غير ملحومة. لاحظ يجب أن تقوم بهزها حتى تحس أنها غير ملحومة. برأس كاوية اللحام تقوم بإعادة لحامها بكل بساطة وبكل سهولة. الموضوع بسيط جدا، ولكن يجب أن تقوم بتحقيق متطلبات العمل. لاحظ تم إعادة اللحام بكل بساطة وبكل سهولة. هنا قمنا بإعادة تركيب الأيو ولا يوجد لدينا إلا بن واحدة لم تكن ملحومة بالشكل الصحيح، ولكن عدم لحام هذه البن سيسبب لك مشكلة كبيرة لم تقوم بعمليات الفحص. هنا لدينا أي أو من نوع اس ام اس سي، البنز أو الأرجل أسفل منها. كيف سنفك ونركب هذه الأي أو؟ تركيب هذه الأي أو هو أمر بسيط وسهل جدا، ليس فيه تعقيد. ما عليك هو سوى أن تقوم بعملية التسخين بعد إضافة الفلاكس، ما عليك سوى أن تضبطها بمكانها الصحيح. هذا النوع من الأي أو له على الزوايا إشارات أو نوتش ستقوم بالمطابقة عليها. إن لم تصل في أول مرة من اللحام إلى درجة لحام مناسبة والأي أو ركبت في مكانها الصحيح، ممكن أن تقوم بهزها قليلا حتى تركب بمكانها المطلوب. يفضل ألا ترفع هذا النوع من
الايوهات حتى النوع الاول بجيفت او باي اداه، يفضل ان تستخدم الفاكيوم، تثبتها في منتصف الايو وتقوم برفعها حتى لا تضرر العناصر بجوار الايو، والموضوع اسهل. لاحظ نحن نستخدم الفاكيوم في رفع الايو، اداه رخيصه جدا، ليست من الادوات باهظه الثمن. لاحظ نحن هنا قمنا برفع الايو وسنضيف اي او ثانيه جديده. لاحظ على الزوايا الخاصه بالاي او لدينا هنا نوتش تشير الى مكان التثبيت، مجرد ان تضبطها بمكانها تقوم بتمرير الهيتر. ودائما عندما تركب اي اي او حاول ان تكون يدك مرفوعه اكثر من 2 سم في التركيب المبدئي. لاحظت بها اي ميول قم بالتعديل براس الملقط او بنسط المشط او بالاداه التي تريدها. في البدايه عادي جدا لا تركب بمكانها الصحيح، بعد التركيب بعد ان تثبت قليلا تعدلها من حيث كانت مائله، لا يوجد اي مشكله. لاحظ هنا نحن ثبتنا ونحاول ضبطها بمكانها الصحيح، هذا ما قصدته. بعد ان تصل الى درجه التثبيت المناسبه لاحظ على الزوايا، مرر الهيتر الى كل الزوايا و ستركب الايو بشكل سلس وبسيط جدا. الموضوع لا يحتاج منك الا سوى القليل من المهاره، القليل من الثبات اثناء التركيب والهدوء. لاحظ هنا التصوير تحت المجهر، نراقب البنات اذا كان بها اي ميول. هنا لدينا تركيب صحيح 100%. نراقب كل الأطراف، ممكن تستخدم المكبر، ممكن تستخدم مجهر، however على حسب إمكانياتك وعلى حسب احتياجك. أيضا الكثير من الاستفسارات والردود تأتي عن لحام اليو اس بي كونكتر. بعد أن أقوم بفك اليو اس بي أعاني من مشكلة تنظيف أماكن تثبيت اليو اس بي كونكتر أو وسادات التثبيت. فالموضوع بسيط جدا، قم بعد أن تقوم بفك الكونكتر قم بإضافة القصدير إلى وسادات التثبيت، قم بزيادة القصدير ليكون القصدير متجانس، ثم بالشيلد أو بالفاكيوم الخاص بإزالة القصدير قم بفتح الوسادات. بعض الناس تفضل استخدام الشيلد، بعض الناس تفضل استخدام الشفاط أو الفاكيوم. في بعض الحالات تضطر إلى استخدام الاثنين مع بعض كما في حياتنا هنا. اخترت هذا الفيديو لأريك أن بعض النقاط ممكن أن تكون صعبة بعض الشيء. هنا أنا أستخدم الشلب ولكن بقيت بعض أو واحدة من النقاط مستعصية لم تفك معنا إلا بالفاكيوم. لاحظ قمنا بالشلب بتنظيف المنطقة، قمنا بفتح كل الوسادات ولكن تبقى لدينا نقطة في المنتصف لم تفتح. لاحظ أستخدم الكاوي اللحام، أقوم بوضع بعض القصدير و أقوم بتمرير الكاوية على النقطة ورفعها بالفاكيوم أو الشفاط. بالنسبة لفك الجابات، نضطر لفك الجابات عندما نقوم بفصل شباية الأظهار المنفصلة، أي discrete to UMA، التحويل من كرت الشاشة الخارجي إلى كرت الشاشة الانتل أو الداخلي إذا كان الجهاز يدعم ذلك، خاصة في أجهزة الأوروبي 6540 وأجهزة الأوروبية وأجهزة الاستيراد. كيف نقوم بفك الجابات؟ قم بإضافة القصدير ليكون القصدير متجانس، ولتستطيع إذابة القصدير تضيف كمية قليلة ليصبح الخليط متجانس، ثم بعدها تستخدم الشلد لتنظيف بواقي القصدير كاملة، وهنا تضيف كمية قليلة من الفلاكس ويكون الموضوع برفق، الموضوع لا يحتاج إلى أي عنف، يكون الموضوع برفق. نقوم بوضع الشيلد وتمرر كاوية اللحام فوقها إلى أن تصل إلى تنظيف كامل للمنطقة. ممكن أن تضطر لعمل أكثر من مرة لعملية التنظيف بالشيلد. نضيف الفلاكس ونمرر الشيلد إلى أن نصل إلى عملية تنظيف تمام. هذه الأمور مهما شاهدتها بالشكل النظري ف
فلن تصل إلى مهارة مناسبة حتى تقوم بممارسة العمل بيدا. ممكن أن تأتي ببعض بوردات السكراب وبوردات التقطيع وتقوم بالتدريب عليها، تفك أي سيات وتركبها، تفك موسفت، تفك أي سي، تفك مكثف، تفك مقاومات، تبقى تتدرب حتى تصل إلى درجة مقبولة من العمل، وبالخبرة والممارسة سيكون الموضوع أسهل وأبسط بالنسبة لك. لاحظ هنا لدينا هذه النقطة، بأكثر من مرحلة نقوم بعملية التنظيف. أول مرحلة لم نصل إلى تنظيف مناسب، المرحلة الثانية لم نصل إلى تنظيف مناسب، في المرحلة الثالثة وصلنا إلى تنظيف مناسب. بالنسبة لتعويض التركات، ممكن يكون لديك فقط ببعض متطلبات أو عناصر تالفة. لاحظ هنا نحن نقوم بعمل تراك من إحدى البنز الخاصة بأسيات الشحن إلى منطقة الـ VIN، من منطقة إلى منطقة. الموضوع هنا يحتاج منك إلى هدوء، فقط تقوم بتثبيت التراك على البن وتقوم بلحامها بنقرة واحدة بكاوية اللحام، ويفضل أن تكون الرأس مدبب. بالنسبة لأن يكون لديك أي سي، عندما قمت برفعها يوجد لديك حرق بالأي سي، فستقوم بالتعويض بالستريب باد، هذه كما ترون في التصوير. نقوم بالتعويض من النقطة إلى النقطة الواصلة معها كما ترون بالتصوير. بعد عملية التعويض ستقوم بالتثبيت بمادة اليوفي، نضيف نقطة من اليوفي لتصل لتثبيت للبن التي تقوم بتثبيتها الستريب باد. بمجرد تقوم بتثبيتها فسيكون من السهل عليك إعادة لحامها. لاحظ هنا بالتصوير، بعد أن أضفت الستريب باد قمت بوضع نقطة من مادة اليوفي حتى أقوم بتثبيتها. بعد أن قمت بوضع مادة اليوفي هنا أصبحت ثابتة، فيمكنني إعادة اللحام بهذه المنطقة ويمكنني إعادة اللحام من هذه المنطقة. لاحظ هنا بعد أن قمت بعملية التثبيت، لاحظ أقوم بعملية اللحام من الطرف الآخر بكل بساطة بكل سهولة، ولا تهتز الستريب باد وتسبب إرهاق في العمل أو في التثبيت. بعد تثبيت الستريب باد بالشكل المطلوب تقوم بوضع الأي سي وتلحمها مثل ما تلحم أي أي سي عادية دون أي مشاكل. الستريب باد سهل عليك العمل بأنها لا تعطي أي سماكات. ممكن أن تستخدم طريقة أن تقوم بتعويض التراك مثل حالتنا هنا من المكثف إلى رجل الأي سي أو بن الأي سي، وتقوم بإعادة اللحام بشكل طبيعي. ولكن اللحام على بن الأي سي بها شيء من الصعوبة، خاصة إذا كانت الأي سي صغيرة، حتى لو كان لديك مايكروسكوب فيها شيء من الصعوبة، تحتاج إلى ممارسة طويلة حتى تصل إلى هذه المهارة. لاحظ هنا بعد التعويض نراقب البنز، الأي سي راكبة بمكانها الصحيح دون أي مشاكل. أما بالنسبة لموضوع الرامات الانتجريتد على البورد أو الرامات البلتن أو الرامات المدمجة، فلها ثلاثة حالات. إما ستقوم بفك الرامات المدمجة دون تعويض أي رامات مكانها، فقط ستقوم بعملية الفك وتقوم بعمل رام ديسيبل، ستقوم بعمل تعطيل للرامات سواء بالهاردوير، طريقة الهاردوير أو طريقة العمل بالبرامج أو التعديل في برامج البيوس، أو أنك ستقوم بتبديل الرامات، ستفك هذه الرامات وتستبدلها برامات أخرى بنفس الرقم، أو أنك ستقوم بعمل ريبولينج للرامات، إحدى الرامات تكون عليها حرارة لاسعة، أو حددت العطل بإحدى الرامات أو كل الرامات و تحتاج لعمل ريبولينج، ستفكها وتثبتها على مسطرة الشبلنة وتقوم بعملية الريبولينج أو عملية الشبلنة وتقوم بإعادة تركيبها من جديد. نحن في حالتنا هنا سنشرح عن آلية الفك. فآلية الفك مثلها مثل أي أي سي، الموضوع بسيط وسهل، فقط ستقوم ب تمرير الهيدر إلى كل أطراف الرام، وستكون تعمل بكل هدوء وبكل لطافة وبكل رفق، وتبقى مثبت الملقط بجانب الرامات المدمجة إلى أن تحس أن الرامة بدأت تفك.
وترفعها بكل هدوء تجنبا لعمل ضرر لجسيدات القصدير أسفل الرامات المدمجة. لاحظ نحن هنا قمنا بتسريع الفيديو بعض الشيء لأن العملية متكررة، تقوم بعملية التسخين أعلى الرامات المدمجة إلى أن تصل إلى اللحظة التي تحس بها أن الرامة بدأت تفك، تقوم برفعها بالجفت أو بالمرقط. دائما استخدم فلاكس من نوعية ممتازة كـ إم تيك 529 الفلاكس الأمريكي، يسهل عليك العملية إلى أبعد حد. دائما هي خطوتين فقط، ركز بدرجة الحرارة، ركز باللحظة التي ستحس بها أن الرام بدأت تفك قبل أن تعمل بجهاز شغال أو به مشكلة. اعمل ببورد سكراب أو بورد تقطيع وقم بتجربة العملية، لا تستسهل الأمر. ربما تشاهد بعض الفيديوهات فتجد أن الموضوع سهل، الموضوع ليس سهل، الموضوع سيكون سهل بعد أن تمارسه، لا أن تكتفي بالمشاهدة فقط. الموضوع ستقوم بعملية التسخين وتنتظر اللحظة التي ستحس بها أن الرام فكت وسترفعها بالجفت أو الملقط أو بالفاكيوم الشفاف، الخيار متروك لك. ولكن قبل أن تعمل ببوردات شغالة قم بالعمل والتدريب على بوردات السكراب. الخطوة بسيطة ولكن ستكون أبسط عندما ستمارسها بيدك، لا أنت أن تكتفي بالمشاهدة النظرية فقط. الموضوع ستضيف بعض الفلوكس وستقوم بالتسخين على الرام، مجرد أن تحس أنها بدأت تفك ستقوم برفعها. لن تصل إلى هذا المستوى إلا إذا مارست وجربت الموضوع بيدك، مهما تكلمنا ومهما شرحنا لن تشاهدها وتحس بها إلا بيدك. بعد أن تفك الرامات المدمجة ستقوم بإضافة الفلاكس وإعادة ترميم للنقاط لئلا تكون متلامسة مع بعضها. لاحظ هنا لدينا النقاط القصدير أصبحت على شكل فقاعات، نضيف الفلاكس ونمرر كوية اللحام برفق فوق هذه الكرات إلى أن نصل إلى المستوى المطلوب. العملية بسيطة جدا، لكن ركز أثناء عملية رفع الرام أن تفكها بكل رفق، لا أن تفكها بعنوة أو بعنف حتى لا تدمر النقاط أسفل الرام، لأنك ممكن أن تكون بحالة من الأحوال تريد إعادة تركيب الرام، تريد عمل رام ريبولينج، تريد عمل انستول للرامات، ستركب رامات جديدة أو أنك ستقوم بعمل ريبولينج وإعادة الرامات من جديد. العملية بسيطة، عملية فك بهدوء و عملية تنظيف وسادات القصدير، ومن ثم الخيار متروك لديك. إما ستقوم بعمل رام ديسيبل وتكتفي بهذا القدر، أو أنك ستقوم بعمل ريبولينج وإعادة الرامات من جديد، أو أنك ستضيف رامات جديدة. لاحظ قمنا بفك كل الرامات ولم ندمر أي وسادة من وسادات القصدير. نتمنى من الجميع أن يصلوا إلى هذا المستوى وإلى أبعد من هذا المستوى إن شاء الله تعالى. دائما الموضوع تصل إليه بالخبرة والممارسة ومتابعة العمل وحبك وشغفك للمجال. لاحظ بعد أن قمنا بعمليات الفك والتنظيف، لاحظ النقاط كلها نظيفة، أنا بصدد في هذا العطل قمت بعمل رام ديسيبل، لن أقوم بتركيب رامات إضافية أو عمل ريبولينج أو إضافة رامات جديدة، وإنما فقط سأكتفي بعملية النزع والتنظيف وعمل رام ديسيبل. بي جي اي ماشين او مكنه التسخين، لاحظ انا استخدم هذه المكنه، تفيد كثيرا في عمليه الريفلو، عمليات التسخين عندما يكون لدينا مشاكل فصل في كرات القصدير الخاصه بشبايات الظهر او بكرت الشاشه او بال في جي اي او دي جي بي يو. فانا لا احبذ التسخين بالهيتر نهائيا، ان هي عباره عن طريقه فاشله بالهوت اير. افضل استخدام مكنه بي جي اي حتى لو كانت فقط لعمليات التسخين.